بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم لطفي من الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة خبراء الويب الربح من الإنترنت. وكما عودناكم يعني مع الشروحات الحصرية والجميلة جدا والمتميزة، في شرح اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة يعني جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة من أجل كتابة نص أو تحويل صوت أو الكلام الذي تتكلمه أو المحادثة التي تقوم بالتحدث بها إلى نص كتابة نص، يعني عن طريق الوورد أو النوت باد أو غيرها. إذن كيف تحول الكلام أو الحديث إلى نص مباشرة وبدون برامج أونلاين؟ يوجد في الحقيقة، هذا ما سنقوم بشرحه، يوجد في الحقيقة موقع متميز جدا وجميل جدا ورائع، تقوم فقط يعني بدون تنصيب أي برامج، بدون تنصيب أي تطبيقات، ستقوم بالدخول إلى الموقع، تقوم بالتحدث خاصة للأشخاص الذين يعني يجدون صعوبات كبيرة في العمل بالكلافي أو لوحة المفاتيح، يجد صعوبة نوعا ما أو يبذل مجهود أكثر من اللازم أو يقوم بأخطاء إملائية كثيرة جدا، يعني تسبب له يعني بكل صراحة يوجد من تسبب له صداع في الرأس هذا الأمر هذا. إذا في شرح اليوم إن شاء الله سوف نستغني تماما عن لوحة المفاتيح وسنقوم بالتحدث فقط وبدون أي تطبيق، بمجرد الحديث سوف يقوم بتسجيل الحديث ويحوله إلى نص، سواء باللغة العربية أو اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو إسبانية أو أي لغة تريدها. على سبيل المثال سوف نقوم نحن بتسجيل اللغة العربية. إذا بدون إطالة سوف أذهب إلى هذا الموقع، إلى جوجل، وأكتب له سبيك نوت. سبيك نوت هكذا، ها هو الموقع سبيك نوت سي او، سبيك نوت سي او. سوف أضغط هنا وأذهب إلى الموقع مباشرة. ها هي واجهة الموقع كما تلاحظون. الآن سوف أذهب إلى هنا وأختار أي لغة أريدها. إذا توجد الإنجليزية، توجد الألمانية، التشيكية، البلغارية، الإنجليزية، يعني أي لغة تريدها، إسبانية. نحن نحتاج اللغة العربية، سوف نذهب مباشرة إلى العربية. العربية توجد ألجيريا، إيجيبت، العراق، جوردن، إلى غير ذلك. سوف أختار العربية ألجيريا. ها هو المكان الذي أقوم بوضع النص، يعني بإيجاد النص فيه. سوف أذهب إلى هذه ستارت كما تلاحظون، هذه هي التي تقوم بعملية التسجيل. ملاحظة بسيطة فقط، من الأحسن أن يكون كلامك عند التسجيل يكون أولا واضح، أولا يجب أن يكون كلامك واضح، وثانيا يجب أن يكون يعني صوتك قريب من الميكروفون كي يكون أكثر وضوحا. سوف أضغط هنا وأقوم بالتحدث. إذا سأجربها أمامكم، سوف أضغط هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة خبراء الويب. الآن سوف أضغط هنا كي يكتمل التسجيل. لقد ذهبت تلك النقطة الحمراء، وكما تلاحظون تم كتابة ما قلته، يعني أي حديث أي كلام أقوله سوف يتم كتابته بسرعة كبيرة ومباشرة على النص. الآن ماذا أقوم؟ بكل بساطة سوف أذهب إلى الوورد هكذا، برنامج وورد، ثم أقوم بنسخ ما تم الحديث عليه هكذا، وأعمل لصق هكذا،
ولدي يعني نص كامل بسيط بدون الكتابة وبدون حتى الضغط على لوحة ولو نقرة واحدة على لوحة المفاتيح. أعتقد أن الطريقة يعني سهلة ومميزة جدا وممتازة وتستحق النشر. ممكن هذا الفيديو جميل جدا بالنسبة ومميز جدا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون كتابة يعني مقالات طويلة جدا، أو مثلا يعني بحوث أو برامج أو بحوث، خاصة بحوث مدرسية أو بحوث أو مقالات على الإنترنت. ويعني يعني بلوحة المفاتيح سوف تكون قليلا متعبة ومقلقة بعض الشيء. هذه الطريقة جربوها، سوف تكون يعني جميلة جدا. أرجو أن أكون قد وفقت في شرح هذا الفيديو. أي استفسار أو سؤال سأجيب عليه إن شاء الله اطرحوه، فقط لا تترددوا، سأحاول الإجابة عليه في أقل من 24 ساعة. إذا أعجبتكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك بسيط، وأي استفسار أنا في الخدمة. شكرا على متابعتكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.